فلو ظلمك انسان لو حد ظلمك، انت مخير ما بين ثلاث حاجات. اول حاجه انك تدعو عليه، يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اللي قتلوا 40 يوم للي قتلوا الصحابه حملت كتاب الله، تدعو عليه فياخذ الله عز وجل لك حقك في الدنيا قبل الاخره. ليه؟ لان دعوه المظلوم ايه؟ مستجابه. ولو كان فاجرا. ليه؟ لان فجر وفسوقه على نفسه، ولكنه في وضع ظلم دلوقتي ومظلوم ومضطر. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، أي أنت حسبنا ووكلناك في هذا الأمر، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وأفوض، ده اللي تقولوه، وأفوض أمري إلى الله، بقلبك تقول كده. فوقع الله سيئات ما مكروا إن الله بصير بالعباد. وقال وأفوض أمري إلى الله. تعالى عندك كمان إيه كمان؟ إن ربنا هيوقيك بس السيئات، لا، كمان ندعي بإيه؟ اسم الله الديان. اسم الله الديان يقتص للمظلوم من الظالم ويعطيه حقه في الدنيا قبل الآخرة. سألك باسمك الديان يا رب تقضي لنا حاجاتنا كذا وتبعد عنا الظلم كذا وتبعد عنا هذا الظالم، أشوف في الدنيا قبل الآخرة. مش منك الأهل، ربنا يغلى هي رب يحط على، ولا الكلام ده ولا دعوة الجاهلية. حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله وأدعي دعاء المضطر المظلوم واسم الله الديان. طيب ده أول خيار ندعي عليه. تاني خيار للمظلوم إنك ما تدعيش عليه في الدنيا، وتنتظر يوم القيامة وتأخذ من حسناته وتطرح عليه. لو هو كده تأخذ من حسناته اللي عدل الظلم اللي ظلمك إياه، أو تطرح عليه من سيئاتك. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان له عمل صالح، بيتكلم عن الظالم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له طرحت عليه حسناته. أخذ من إيه؟ أخذ من سيئات صاحبه. خلاص ما فيش حسنات، خد من السيئات، من سيئات المظلوم ذات نفسه وحمل عنه. ثالث اختيار، ها، اللي انك انت ما بيع، طبعا تات اختار ده ما يعملش الا قليل من الناس، ان انت تعفو اصلا عن من ظلمك. عفوت يعني اصلا خلاص لا عايز لا دنيا ولا اخره، فيحصل ايه؟ ها، انت لا هتنزل عليه عقوبه في الدنيا، ولا هتدي له من ولا يديك من ثواباته وحسناته في الاخره، ولا تطرح عليه من سيئاته. وده كده اديني بس خمس دقائق إيه، وتاخد معاه ويطرح عليك سواء ولا في حسنات ولا في سيئات، انت عفوت عنه. فمن عفى واصلح فاجره ايه؟ فأجره على الله. طيب بصوا بقى، أختم لكم بآخر حاجة، مش هتاخد دقيقتين ثلاثة، مش هنكتر عن كده. القرآن فيه شفاء، شفاء لما في الصدور، وحل وعلاج وراحة للقلب يا جماعة. قال إيه؟ لو أنت في وضع ظلم، أنت ليك ثلاث حالات أو أربع حاجات. إحنا قلنا ثلاث حالات، يا تدعي يا تاخد حسنات وتقولها كذا وتسيبه في الدنيا، إما في الآخرة تعفو وربنا يعطيكم من عفو. أجره على الله كام؟ ما نعرفش الأجر كام. لكن في حاجات ربنا عطاها لنا في الدنيا زي حلول في القرآن. صبر جميل، صفح جميل، هجر جميل، صراح جميل. الصبر الجميل اللي ما معهوش غضب، ها، ولا في شكوى. الله عز وجل قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. محتاجين الصبر الجميل في العلاقات، القرابة، الناس القرابة، قريبة منا، قرابة درجة أولى، اللي بتعامل معها بتعامل مباشر، مع زوجتك، مع زوجك، مع أولادك، مع قرايبك، أبوك، أمك، أخوك، الناس اللي بتشتغل معهم 24 ساعة ولا 18 ساعة في اليوم. خلق، في خلق معين معهم سيء، في سلوك سيء وغلط منهم، أنت بتحاول تصلحه وتصبر على ده. يبقى صبر مع إصلاح، ده الصبر الجميل، بس ما بتشتكيش وما أنتش غضبان عليه، ده الصبر الجميل. رقم اتنين الصفح الجميل. الله، كل حاجة جميل، الله جميل يا جماعة، والله الله جميل. وكلام حتى في الصفح الجميل المسامحة بدون عتاب، وبدون ما تقعد تذكروا وتنقرزهم كل شويه انت عملت وتفكروا بالاساءه اللي عملت. لا، ما ذكروش بالاساءه اللي حصل، فاصفح الصفح الجميل. لو حد اذاك بتصفح عنه، عشان ايه؟ عشان العلاقه تكمل والحياه تستمر ما بيننا، بس في وضع وفي جواز وفي عيال وفي كذا، بس الاحتكاك بيجيب مشاكل، فانت ايه؟ بتنبه عليهم وتصفح مع الاصلاح الدائم. طيب في الهجر الجميل، الهجر الجميل ببعد شوية، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ايه بقى؟ إيه؟ ببعد شوية، ببعد عن الأذى، معنية الإصلاح برضو، بس هبعد شوية. ليه؟ القرب هيجيب مشاكل، فأنا ببعد بس مش قاطع يعني، بس هبعد حبة. ليه؟ مش هتكلم عليك وأنا هجرك هجر جميل واطعن من وراك وفي ظهرك وأذيك، لا، أنا ناوي الإصلاح، بس ببعد عشان ايه؟ عشان وجودنا جنب بعض هيتعبنا اكتر، عشان في اساءة هتحصل اكتر، فهنبعد شوية لحد ما نتعلم نتعامل مع بعض صح. لكن ما بسيقش اليك.
تمام. رابع حاجة الصراح الجميل. ايه هو الصراح الجميل؟ اللي هو فراق برقي برقي وادب. صرحكن فتعالينا ومتعكن وسرحكن صراحا جميل بادب. لو فضلنا مع بعض هنختلف وهنخسر بعض، ما فيش سبيل للاصلاح. الثلاثة اللي فوق كان في سبيل، ده ما فيش سبيل للاصلاح. يبقى نبعد ونفترق بس برقي وادب. الله عز وجل سماه ايه؟ صراحا جميلا باحترامه بادب. بصكوا في الاخر بلاش بلاش دعاوي الانتقام وتسمعوا للناس لازم اعمل لكذا فليعمل كذا وسوي كذا. لا، في حاجات لازم فيها قصاص، من الناس جاب العجل فيها قصاص، فيها حكم اصلا، فيها حكم شرعي. ها اللي فيها حكم شرع وفيها حدود وفيها الكلام ده. لكن بلاش بقى دعاوي الانتقام من حاجه ممكن استخدم فيها الاربع حاجات، يا الصفح الجميل، الهجر الجميل، يا الصراح الجميل. يبقى اما صبر جميل او صفح جميل او هجر جميل او صراح جميل. خلاص برقي ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجبر بقلب كل مظلوم، ويا رب يعطي لكل مظلوم يا رب حقه ويشوفه ويجمع بين الخيرين، ويبقى مستجاب الدعوه لنا والاخرين. اللهم امين. وابعدنا يا رب بعد تام عن الظلم وعن الظالمين. قولوا امين.